كان استبعاد خلف، بالرغم ان محمد منصور صرح فيه بدون تحيز بان خلف راح للحسا، وكان في انكار من خلف، ودائما وابدا مثل ما تعودت الحياديه والعدل والانصاف. تمت متابعه خلف والرصد وتصويره بالجرم المشهود. شكرا للمخرج أباظة على هذا الحس الامني العالي اللي قدر يخرج لنا هذا الامر بالدليل والبرهان والتصوير الكامل. اليوم المتسابقين اجتمعوا بعد استبعاد خلف، فكروا قالوا، وكان في رجوع السعود وطالبنا برجوع، ما رجع السعود، خلينا نطالب برجوع خلف. وان ابو سلطان تحديدا قال اذا اعترفت راح اخفف عليك، ولكن خلونا نشوف هذا المقطع ونرجع لكم من جديد. كم مره طلعت انت؟ ما طلعت ولا مرة. إيه بس الجوال معي جوال. يعني هذا جوالك خاصي منها، يعني الهروب انت ما هربت. لا هروب ما هربت. اسمع كم مرة طلعت؟ خلني اكلمك. لاني بنهي النقاش معك وبتخذ القرار فيك. طيب نصيحة لوجه الله. انا بعلم. علمني اسمعني. على ثلاث اسباب. الدفاع اللي انت تسويه هذا ما يفيد عندي. اعيد لك السؤال، كم مرة هربت؟ كم مرة هربت؟ ايه. اخلص علي. عندي يا اخو فهد. عندي عطى. ثلاث مرات؟ من اللي معك؟ ما حد. ابو سلطان محمد انت مو بشغلك. الاولى خلف انكر وقال انا ما هربت، وقال لابو سلطان لوجه الله اعترف، نخفف العقوبه، اعترف ما اعترف. لما دخل محمد منصور التفت عليه قال الا طلعت، وسال خلف وقال له ثلاث مرات، يعني ما اعترف الا بعد دخول ابو منصور والحاحه عليه. علي الغامدي، كيف شفت هذا الموضوع ومطالبات المتسابقين بعوده ورجوع خلف؟ يقولون ان ابو سلطان مسحب وجهه وقال إذا اعترفت بترجع. أول شيء الحمد لله على الاستبعاد هذا، أنه صراحة وضح لنا وجود أبو سلطان، وجود الإدارة، وجود فعلا كيف الإدارة تقدر تجيب الشيء إذا كان في مكانها الصحيح. استبعاد خلف فعلا زي ما ذكرت في موضوع أنه أنكر في البداية وحاول يصر عليه أبو سلطان، وقال إذا كنت معترف سأخفف عليك العقوبة، لكن للأسف لم يعترف إلا بعد إلحاح منصور ودخوله. لكن الشيء اللي صراحة ما عجبني، حتى وإن كان بعد إلحاح منصور، عيب أنت قبل ثلاثة أسابيع تذاكر بلسانك هنا في الكومشن روم تقول ما أنا ما رحت، والاعتراف هو سيد الأدلة، اعترفت قدام الشاشة. أنت كيف بعدين صراحة بنثق فيك لو تقول بطلع مستشفى، بطلع والله بروح اجيب مبادره، بستلم جوال عندي شغل، بطلع عندي استئذان ظرف الدوام او شيء معين، كيف تبي نصدق؟ معليش يعني خلنا نكون شويه ريحيين. في مجال معين نقدر نصدق فيه لحد معين، لكن لحين انكشاف الاوراق بعدين ما اقدر اصدق. بعدين ممكن ما تكون محل ثقه وامان لي في المستقبل كقناه، ما تقدر تكون لي محل ثقه في مجال معين، لكن للاسف خيب كل الظنون اليوم خلف، وللاسف الطامة الكبرى أو منصور في الأمان اللي سلمت له للأسف برضو كذلك خيب الظن. أبو حزام، هل ظلم خلف بالاستبعاد أم لا؟ قبل أن أسف الكلام هذا، خلونا نتفق إحنا المحور هذا ما عاد فوق شيء ولا أكبر من شيء. صحيح. ذلك خلنا نأخذه يعني بتفصيل. أول شيء لابد من شكر أباظة، المخرج محمد أباظة لابد من شكر على هذا العمل الذي قام به، وهذا ينم عن إخلاص وتفاني في العمل من المخرج محمد أباظة. ولعل هذا يذكرنا بحادثة في جنتل، محمد أباظة كان يعني أقرب المتسابقين له رشيد بن طاحوس، ويوم شاف رشيد بن طاحوس معه جوال على الهواء حط الكاميرا عليه. الرجل يقوم بعمله بمصداقية وبإخلاص ولا يهم أحد، والدليل حتى ما عنده حساب في تويتر علشان ما يأثروا عليه الجمهور. فهذا لابد يعني أن نشيد به ونذكره، ان المخرج يرى الجميع سواسيه، ومن اخطا حتى لو كقرب واحد له تراه بيعد خطاك. هذا الاول. الثانيه، حضور ابو سلطان اليوم ما شاء الله تبارك الله، يعود ابو سلطان السلطه العليا يعني ويتجلى كما كان وكما عهدنا، وحضوره فارق ولا ادل من المشاهدات ولا من الزخم اللي حصل. المتسابق اللي هو خلف اقر بانه هرب ثلاث مرات، أقر بوجود شو اسمه الجوال معه، والجوال يعني مصور. مذنب خلف ومخالف خلف، المد على أبو سلطان
انه قال لو اعترفت بخفف عليك العقوبة. اكيد الاستبعاد مو بتخفيف، الاستبعاد هو اعلى مراحل العقوبة. هذا ما اخذ عليك يا ابو سلطان، هذه لابد نقولها للجمهور، اخذها واجتزأها وهو يلعب في هذا في هذه الدائرة، فعاد بكيفك انت يا ابو سلطان. اقحام محمد منصور هذا ما حبيت. طيب انت ما شفت المقطع؟ ما شفت المقطع؟ شفته شفته شفته. هو متكلم قبل ما يجي محمد منصور قبل. فهو قبل. قال لا اعترف ما اعترف. اي قال اخلص واعترف واوعدك اني اخفف عليك العقوبة قبل ما يجي محمد منصور. حلو. جاء اقحام محمد منصور الناقد هنا. انا ما اشوف له داعي. ما له سنة. ولا له دخل اصلا في هروبه محمد منصور. هو استبعد عشان الهروب. يعني اقحام محمد منصور وكأن محمد منصور يعني ساعده في الهروب، جاب له سلم، هذه ما حبيتها ابدا ابدا. واتمنى رد اعتبار لمحمد منصور. محمد منصور في النهايه ناقد، محمد منصور هو سيفنا المحنى، هو حربتنا اللي نطعن بها، هو نموذج في النقد فريد وجديد، ويعني اظهاره بالصوره دي هذه انا ما رضيتها ولا حبيتها، لذلك لابد من رد الاعتبار لمحمد منصور لانه الربع ما له دخل لا هو باللي هربه، وهو بس جاء يتكلم فيها محمد منصور ترى قال انخلف يخرج خلف وقال يخرج اول ما قال هو قال انا ما ادري ايش دخل محمد منصور اي وانكر وين الرابط بين محمد منصور وخلف مراسلته في السناب يعني مراسلته في السناب قال راسلني في السناب وحتى لو راسل في السناب بيصير له مثل سعود يذهب برايم بعدنك يا ابو نايف يروح برايم يعني ما هي بقضية لكن اقحام محمد منصور وكانه تواطأ مع خلف وهو اللي هرب هذه انا اشوف انها ظلم من بواح يعني ما هي بزانه لا في حقنا ولا في حق ابو منصور واتمنى رد الاعتبار لابو منصور باعتذار يليق بمقام هذا الناقد الشرس الناقد اللي حقيقة كان مشروع لقناة الواقع وإرضاء هذه لابد منها. أبو سلطان صمام الأمان دائما أقولها وأكررها، أبو سلطان هذا قناة الحالة إذا طلع قلبنا حنا جمهور نتابعه، لكن عليه ما أخذ قال بخفف العقوبة أطلع منها يا أبو سلطان دبر نفسك. أما بالنسبة للخلف أقول أنها يمكن أنا خالفك في الشيء أنت قلت أبو حزام خيرة. أنا أول مرة أخالفك اللي هو تفضل اللي هو ابو سلطان قال لا يا خلف انت رحت قال استأمنك بالله او استحلفك إيه؟ بالله قول لي الان عشان هل انت رحت ولا اخفف قول لي قول لي ما قال لا لما دخل محمد منصور قال التفت على خلف قال الا هربت ساله مره ثانيه قال خلف طلعت ثلاث مرات اي فعلا طيب بإعاز محمد منصور بإعاز انا قلت لك 6000 مره معك انت طلعت انت قصدك تقول انه ما اعترف إيه لازم نعد الحق انا هنا والله اعد الحق ولا عندي أنت قصدك تقول إن يوم جاء محمد منصور هو اللي أثر عليه في النهاية وأجبره محمد منصور التفت عليه قال أنت طلعت بأي طريقة كانت لو المتسابقين أجبروا عليه أنت قلت لي يا أبو سلطان إن اعترفت بأي طريقة كانت لا لا ما قال لا تميع الكلام قال طيب إني اعترفت الآن يا سالم حزام إذا أنت شجاع قل كم في حسابك طيب لكن لما يجيك واحد من إخوانك قال تكفى قل كم في حسابك قلت لي انا قلت لك انت بس على ضوء الواحد اللي اعطيتني اياه ترى طيب بقول لك اعطيك عدم تدخل لا اعطيك عدم تدخل دقيقه علي دقيقه علي عدم وجود طرف ثالث دقيقه علي ابو سلطان جاب محمد سراج وجاب خلف ولما خلص معه قال له خلاص تفضل يا خلف يعني هنا فرصتك في انك تعترف انتهت ترى تمام مناداه محمد منصور نادى خلف محمد منصور نادى خلف وقال له انت يا خلف طلعت وساله ابو سلطان قال انا طلعت ثلاث مرات تمام انا في النهايه انا هنا بجيبها بكل التفاصيل انا عندي متسابق انا وش ذنبي يا احمد الشمري ولا موسى الفيفي ولا عبد الله البقمي انا ما طلعت وتجي انت تقول انا ما طلعت ولما لا الهروب يستوجب الاستبعاد ما فيها كلام حلو يعني ما فيها كلام ومطالبات الزملاء ما علي انا لا ركز في كلمه قالها الاستبعاد الربع ركز في كلمه قالها تركي قال خلص من خلف وقال له رح كرسيك ونادى محمد منصور الحالة ترى محمد هو اللي نادى خلف مو تركي تركي أنهى نقاشه أنهى الحكم عليه كتب العقاب خلاص خلص يبغى ياخذ استجواب محمد منصور ينتهي منه محمد منصور من قال تعال ليش قال محمد منصور ايوه يبغى يكون وسيله ضغط على خلف عشان يعترف محاوله محمد منصور ان يخفف عليه لا حلو لا ودخول طرف ثالث لا يا حبيبي طرف ثالث هذه انا ابغى ند لند جاوبني انا سالته وجاوبني عندي سؤال وعندك جواب وجهة نظر فعلا وجهة نظرك تحترم أي أنا ما يعني أنا يعني ممكن قد تفهم كذا أنه المجال لك مفتوح مثلا إلى ما قبل إصدار القرار لكن في النهاية أنا كمتسابق وش ذنبي أنك أنت تطلع ثلاث مرات ويمسك معاك الجوال وما فيها مقارنة ترى بينه وبين السعود أول شيء السعود قال الجوال مبلي وما اعترف أن الجوال له وروح البرايم لأن الجوال وجد معه ولكن خلف والعقوبة ركز
ركز على الهروب ترى. العقوبة على الهروب يا رجل. الهروب ثلاث على الهروب ثلاث مرات. تمام. الجوال داعم لها. عادل. لكن ايضا وجهة نظر تحترم. عادل ايش رايك في العقوبة؟ عادل مقدم حفل اليوم والله ما ايش رايك في العقوبة؟ لا بصراحة. العقوبة ومطالبات زملاء بالرجوع بعد ما عرضنا المقطعين. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اسمحوا لي يا اخوان اني افصل. اي تفضل. عجل الله بتفصل يا لجودي. الله يسعدك. انت تفصل شيء ما يتفصل. بالعقل. ما بالك بالقضية ذي. الله يرفع قدرك. اول شيء للأمانة أنا حزين جدا ولا أخفيكم حزنا أني أنا حزين على خروج خلف خصوصا في التوقيت هذا لأنه كان توقيت حساس جدا البرنامج في ذروته رقم 1-2 خلف للأمس يعني توج بالإمبراطورية رقم 3 يعني شفناه في مرة كذلك خذ تاج البزنس يعني كان منافس وكان مرشح حتى لربما المراكز النهائية فأنا أعتقد أنه اليوم خروج خلف القحطاني خسارة مو على خلف القحطاني فقط إنما على محبين خلف أولهم أنا لأن أحب على الصعيد الشخصي وحزين جدا لخلف لأني أنا أعرف تماما وش ظروف خلف هذا رقم 1 رقم 2 العاطفة وش ظروف خلف ما أقدر أتكلم فيها لأمانة يعني لكن العاطفة إذا كانت بتخلينا نميع آراءنا ونقول أشياء ربما بعدين إذا تجردنا من شعور اللحظة نندم عليها فهذه مصيبة جدا خصوصاً تقصد من؟ خصوصاً أنا كناقد يعني أنا كناقد مهما بلغت من الحزن على خروج خلف إلا أني هنا بتحدث بالعقلانية حتى لو أنه خالد أخوي راح أتكلم أولاً فيما يخص محمد بن منصور محمد بن منصور ذكر مراراً وتكراراً لو اتهمنا محمد بن منصور وأنا أختلف مع طرح أخوي علي من محبة لو قلنا ان محمد بن منصور كان غير محايد مع خلف القحطاني فمحمد بن منصور هو اول من اتهم خلف بالهروب صحيح من الحساء مع اسامه بن عوضه هذا رقم 1 رقم 2 انا جاني حتى علم من الشباب ان محمد بن منصور بنفسه بلغ الاداره ان خلف معه جوال وكان يراسل خلف في كذا مره ما ادري اذا طلعت مع تركي او لا انه سلم جوالك يا خلف من محبة وتقدير لأنه يشعر بهذا المتسابق لأنه قريب له بغض النظر رغم أن المتسابقين كلبوهم على 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 ومحمد بن منصور طالب كل المتسابقين ترى يعني أنا ما أشوف أن محمد بن منصور يعني كان يستحق الإيقاف للأمانة رقم 2 خلف القحطاني خلف تتكلم عن متسابق هرب 3 مرات يعني لو أنا في قمة حزني راح أقول شكرا ترك الدوسري وصفق لك استاهل متسابق خرج 3 مرات يا جماعة الخير لو إنه مرة واحدة ممكن إنذار ممكن نعرف تفاصيل يعني أحيانا في خروج متسابق أو كذا يجي ترك الدوسري يقول تفضل امش معي وصارت كذا برنامج امش معي للإدارة ما يدري يمكن الولد أمه طايحة ومحمد عيسى ما طلعه عارف كيف طبيعي جدا لكن 3 مرات يا خلف أكيد وبكل بساطة حتى وترك الدوسري كذا راقد بالواتساب يستبعدك رقم 2 أنا أختلف جذريا مع أبو حزام في نقطة أنه ترك الدوسري أخلف في كلامه يوم قال لكم وجهي أنك إذا أنت اعترفت راح تكون عقوبة مخففة خلف القحطاني ما اعترف بإرادته خلف القحطاني ما اعترف إلا بعد ما دخل محمد بن منصور وألزمه جبريا وهو احتراما وتقديرا وأنا أعلم الشيء هذا أنه احترام خلف القحطاني لمحمد بن منصور كونه يعتبره أخ كبير له هو اللي خلاه يعترف لو اعترف خلف القحطاني وهذه مشكلة خلف لو اعترف من البداية كان ما صار اللي صار ولو اعترف من البداية واستبعد ترك الدوسري كذلك راح أقول شكرا ترك الدوسري لم يهرب لا مرة ولا مرتين إنما 3 مرات طيب أتمنى تجهزوا لي بس محمد ناصر لأن تبنى المطالبة في رجعة تعطيني قبل المطالبة ودي في رجعة خلف للبرنامج مو منطقي يا جماعة في كل خروج بتطالبوا برجعة خلف بعد يا محمد ناصر خاف نرجع خلف وتزعل تقول لا تطلعون 2 برايم هذه مسابقة لها قوانينها وضعت للعدالة ما بين جميع المتسابقين أنا كمتسابق لما ألتزم في البرنامج ويقال لي ممنوع استخدام الجوال ممنوع خروجك خارج القرية نعلم في متسابقين يطلعون ونعلم في متسابقين معهم جوالات لكن هذول المتسابقين إلى الآن ما تم رصدهم وتم يعني تصويرهم بالجرم المشهود راح يرصدون قريبا سعود مسكوه الإعداد وطلع أبو سلطان وتكلم في هذا الأمر خلف جاب أبو سلطان وسأله وأتوقع حتى لو ما كان فيه يعني تصوير
فريق الإعداد وأباظة الله يعطيه العافية كان قالوا أين الدليل. في جماعة لا تتاجرون بهذا الشيء ولا تتاجرون بقضايا خسرانة. من وجهة نظري استفادتكم لبرنامجكم ولدائكم في البرنامج أبرك من مطالباتكم الواهية. لا تعتقد أنك كذا الآن أنك أنت عديت الحد ووقفت مع زميلك، خصوصا أن في كل المطالبات نشوف 3-4 فقط اللي يطالبون، البقية كلهم ساكتين. مو من حقك أنك أنت تطالب عن جميع المتسابقين. أنا شخص منضبط، لا تتكلم باسمي وشخص مخالف انك انت ترجع. نحبه على الشعيد، على الصعيد الشخصي، خلف فرحت له بالامبراطوريه، خلف شاعر ومؤدب وانيق وحضوره على البث جدا ممتاز، لكن هذا ما يعطيني الحق لما اكون في مكان اني انصف جميع المتسابقين المجتهد والشخص اللي يعني يخالف النظام اقول لا والله عشان حبيبي وعشان انا اجلس معه خلونا نرجع. لو كذا شرعنا البيبان واعطيناكم جوالاتكم وقلنا يلا ما يحتاج ان احد يرجع. انا ودي اعقب على نقطه معينه اختلف فيها مع عادل في موضوع انه محمد منصور. السؤال الاعظم هنا من المخول في ان يكون راصد اساسي للمتسابقين في الجوالات؟ الاعداد. انا صرت متسابق جالس قبل البث فقره بدون تحيز، مثال دخلت قبل فقره بدون تحيز 20 دقيقه لقيت متسابقين يكلم جوال دون علم فريق الاعداد، اقول هذا جوالك ولا هذا جوالي؟ ترى مهر ابلغ فيه ولا لا؟ سلام. اذا محمد منصور يعلم انه خلف معه جوال من المفترض انه بلغ عليه. بلغ انه بلغ عليه، ليس فقط بلاغ انه على الشاشه ياتي الرجل معاه جوال والرجل حاطه في المكان الفلاني. اذا انا عارفه جواله هنا انا داري وينه، انا دائما جوال الرجال. دامك تقول من واجب او من واجبات الناقد انه يكون كذا كذا كذا، لكن اما من واجبات اما من محمد منصور ارسل لك سلم. انا ماني بهنا مرشد لك اقدر اقول لك على كل روح جاي لا تكفى لا تروح تكفى لا بمسك وبسلمك الإدارة وبسلمك الجهة المخولة والإدارة المخولة عندنا في البرنامج إنه هذا الرجل مسك مع جوال أو مسكت مع جوال أو روحوا امسكوا على جوال ترى في المكان الفلاني. أما سكوتي عنه فأنا شريك معه في الجريمة. استبعاد محمد منصور شريك معه في الجريمة، الرجل شارك معه في الجريمة. أنت أرسلت حتى لو أرسلت له يا خلف سلم، أنت شاركت في الجريمة. في واحد سارق اسطوانة من جاره وانت خليت عندك رقد في المنحة. طيب جاش خلف وقال اخوي اللي داخل حسابي وهو اللي جالس يكلم محمد منصور. محمد منصور يدن مع جوال. محمد يدن. انت ما جبت لي اياه. محمد يقدر يجيب. شلون؟ محمد يقدر يجيب. يسلم. هو حنا جبنا سعود الوازع قدرنا نجيبه. الواحد لا اشتهى قدر يجيب الشيء صح ولا لا؟ محمد يقدر يجيب الشيء. خلنا حسابنا يا علي ترى عندك حسابنا. معليش انا اسميه تواضع واتمنى من ابو سلطان ان يكون الاشعار الاخر الى إشعار العيد. لا يومين. الى العيد. لا 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 من قاعدين بالبرنامج زي العيد. والله العظيم. خلت عندي 50 يوم على حتى رمضان ما يجي. حتى رمضان ما يجي. انت حتى رمضان يمكن كلنا ما نجي. ايي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 ي
مرحبا ومسهلا. يعطيك العافيه محمد ناصر. الله يعافيك. واضحه السالفه ولا نعيد سالفه خلف؟